أنا أخو وائل المصاب في ظهري بيتلقى. الموكب بتاع يوم 17 بصراحة النقطة بتاعت التجمع بتاعتنا كانت من المنصورة. اتحركنا لحد ما وصلنا اسطوب الأهلية، ما كان في معيقات. وصلتنا معلومات انه القوات الأمنية بتشتت في المواكب قبال ما تصل للنقطة النهائية. اتحركنا على عجالة من أمرنا. الموكب يتعرض لعقبات كثيرة جدا جدا. نحن لأنه كنا حريصين انه ما يحصل أي اشتباك مع أي قوة أمنية، احنا المواكب ما أخذناه بالمسار بتاعه. دخلنا بالجامعة الأهلية، من الجامعة الأهلية دخلنا بالزرايب عشان لأنه كان في القسم الجنوبي في قوة أمنية مرتكزة هناك، فكنا حريصين إنه ما نحتك مع القوات الأمنية في حتى لحد ما وصلنا عابدين أو الطرمبة بتاعة عابدين. اتفاجأنا بإنه شارع الأربعين كان عبارة عن سكنة عسكرية. إحنا في مدمنا سوار سلميين، ما في زول عنده سلاح، ما في زول عنده أي حاجة. العربات دي جات بكامل قوتها وعدادها، ما كان في بمبان، كان في حاجة اسمها القنابل الصوتية، يعني ضرب بتاع قنابل صوتيه، غنبله ورا غنبله، غنبله ورا غنبله. احنا بقينا ورا الطرمبه، المسافه اللي بيننا وبينهم بقت قريبه جدا، يعني يمكن انا واحد من الناس لما بعاين انا بعاين لقوه كبير شديد، بعاين لاكثر من 5 ولا 7 كلاشات مصوبه على 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 اتجاهنا. القنابل الصوتيه عماله تضرب، السوار عمالين يجروا. فعليا انا جريت اثناء ما انا جاري او اثناء ما اديت النظر ظهري، انا اتصبته في هنا في اسفل الرقبه، اللي هو الاصابه الطلقه دخلت من وراء اللي هي في الفقره السابعه وطلعت بمقدمه العنق بهنا. في اللحظه دي انا وقعت ثاني، ما اعرف حاجه. بقيت بتكلم معه يا سيد، يعني كان المسافه ما اظن 15 متر، هو شايل كلاش وانا كنت في طرف الشارع، يعني انا حتى في طرف الزاويه بتاعت الشارع ما مظهر جسمي كله، ذاته نص جسمي كده احتمال ظاهر هنا، ورافع لي يد الشمال دي. يا زول ربنا شايفك يا زول، بتاع اللابس في وشك ده الماسك ده ما بغطيك من ربنا، ربنا عارفك انت منو، انت بتكتل في الناس شنو. كنت بتناقش معه نقاش زي ده، هو ما مديني انتباه نهائي، بيضرب في السوار اللي جاي ديل. بس فجاه كده بس زول ده حايل لي، زاد علي لي، فانا بس الوقت ده كنت رافع يدي الشمال دي فوق وقاعد اقول له يا زول الله شايفك، فبس قلت له الله كده سبحان الله، يعني الضربه دي يعني كده ما اعرف، لكن حاجه كانت كده فجاه كده، بس انت في شنو فجاه تلقى نفسك واقع في الارض وجسمك كله مليان دم وجسمك مخدر، وتجي عيون الناس لما يجوا يعاينوا فيك وانت وين وانت في شنو، حاجه حلوه هي انه طعم النضال بتاعك ده يكون طلقه، دي حاجه حلوه. في الحقيقه انا كنت شايل شنطه بتاع اسعاف اولي وكان في اصابه قدامي، فلازم كنت اصل الاصابه، فلازم كان انا اصل الاصابه. في اثناء انا متحرك نبهوني انه انا ما اجي، وانا كنت مصير انه انا اصل الزول المصاب. كان متلمين حوله مجموعه من الشرطه، حكايه بتاعت 4 5، كان في تهديد مباشر انه انا ما اصل الزول المصاب. حتى قال لي لو الراجل تعال، قلت ما مشكله، وصلت الزول المصاب. انا وصلتي للزول المصاب، اتفرقوا مني. كنت بارك في الواطة على ركبي. اتكلمت مع المصاب، حالتك كيف؟ كان مضروب حاجة سطحية في جنب الحوض تحت الكلوة، فكيت لقاشه كان السطحية. قلت له يا أخي أنا دار أزعفك لكن إلا أشيلك من هنا، ساعدني في الحتة دي، أنت بتقدر تقوم؟ قال لي أوكي بقدر أقوم. في اثناء ما انا اتحركت على اساس انه ارفع المصاب، ضربته في الركبه الشمال. انا كنت قاعد في الاتجاه تقريبا متجه شمال جغرافي، هنا بالاتجاه الشرقي، الطلقات من شرق في اتجاه الركبه الشمال، ضربت في البليه، نزلت في المفصل تقريبا.
فنحن مواصلين في الموكب، فكان في زول طالع فوق راس الجسم فوق، فأنا شفت يعني وزن علي أول مرة فما ضرب. في المرة الثانية يعني خفت كده تلغائيا، خفت قلت يمكن يعني ضربني المرة دي، فأنا بس استدرت إنه أرجع ورا، بس ما استدرت كده يعني بتذكر كان جاتني رصاصة في ظهري، فشنو بقيت ماشي يعني. هو حتى هو أصر إنه يعني لسه يواصل فيني يعني، أنا ماشي ومدنجر تحت، فالرصاص بقى تحت رجولي يعني، حتى خطيت احتمالات إنه 200% حيجيني رصاصة في رجلي، لكن الحمد لله غايته غدا ربنا كاتب لي كده، بس حصل يعني الرصاصة وأنا راجع برجولي يعني، ما يعني حتى ما كان في زول قريب شديد كده ولا كده يعني، حتى القراب ذاتهم يعني مستغربين إن أنا اتضربت يعني، ما مستوعبين لسه الحالة. الإصابة كانت بالجنب الشمال في الظهر، بساط القلب تحديدا كده، فيعني أنا بتذكر كان ظهري يعني حتى تشل كده يعني من الحاجة دي، فنحن من الصوتية يعني المحي عشان يزعفوني، حتى هي الإصابة يعني كانت عاملة يعني عاملة ألم شديد كده، فشالوني أزعفوني. لما وصلنا المستشفى بتاعت الأربعين يعني كانت كمية بتاعت إصابات خيالية جدا يعني، حاجة ما بتتخيل يعني، فوق للخيال يعني. مضت ال 14 يوم جينا نعمل الصورة، كان خدت لي حدايد كده في مكان حدايد شكلتي كده في مكان الضربة عشان أعرف مكان الطلقة وين بالتحديد، فعملنا الصورة تفاجأنا إنه يعني الحدايد في الجنب الشمال اللي هو مكان الضربة، والطلقة في الجنب اليمين يعني، حتى هو استغرب يعني. ف يعني عملنا تاني صورة مقطعية وعلى أساس إنه العملية وكده يعني، فعملنا العملية بتذكر في مستشفى دكتور نجيب يعني، عملنا العملية والدكاترة ما قدروا يطلعوا على أنه قال لي كانت لاصقة بالرئة، ما قدروا يطلعوا على أنها لاصقة بالرئة، فقال لي عيش بها كده يعني. متأكد أنه أي سائر بعد ما يستشهد نضاله مستمر، كونه يجي سائر بعديك يشيل صورتك في وقفة احتجاجية أنت نضالك مستمر يعني، فما ما ما في حاجة تخوفنا من الرصاص أنه خلاص أنا النضال بتاعي هيجيف. أنا حمرجان السلمية ومتمسكين بسلميتنا. الغم المفرط اللي بيمارسه المكون العسكري في انه يسكت السوار ولا يسكت الشارع ولا يمرر جزء كبير من اجندته، ما ظنيت يجدي بحاجه. لجان المغامره دي لما طلعوا الشارع ده هم مؤمنين بقضيه وبمبدا، القضية بتاعتهم دي هم مستعدين يقدموا الغالي والنفيس علشانها، فما تجينا تقول لنا أنا داير أحقن الدماء، ما تحقن دماء، إحنا ما عايزين نحقن دماء. إحنا لما طلعنا الشارع ده طلعنا بمبدأ إنه يا حكومة مدنية كاملة الدسم، يا ثورة أبدية، يا كمان شهادة الواحد ما له يستشهد، ما هو ربنا ده حلل الزول في حقه يموت. أنا لما طلعت ما داير حق زول، أنا داير حقي أنا. للقوات النظامية بتغمع أو هي تحديدا كده يعني هي متلغية أوامر أو كده يعني، الليلة بتضرب ساير يعني، أنا اللي ضربتني أنا وائل على الدين ضربتني وقتلتني يعني، هي في النهاية يعني ذيل الوطن يعني، فبكرة إنت حاليا في الموكب الجاي حتلقى 10 وائل يعني، حتضرب تاني وائل حيطلع عليك 10 وائل يعني، يعني الثورة ما واقفة عليه وائل ولا واقفة عليه ذول، يعني زي ما بيقولوا سوار أحرار حنكمل المشوار يعني، مكملين بإذن الله تعالى يعني.